طيب صف ثاني ابتدائي حبيت الفن؟ اي نعم. ودخلت ثاني متوسط. متوسط بالمتوسط ايضا حظي. انا يعني افتخر من اقول حظي، الحمد لله، ومؤمن مؤمن جدا انه الحظ لكل انسان. صح. الله سبحانه وتعالى احيانا هو يختار اقدارنا حقيقه، لكن الحظ خلاني في المتوسطة. أن يدرسني رجل متخصص في عالم المايكروفون اسمه مالله الخشاب، هو مذيع في صوت العرب من القاهرة، وصوت العرب من القاهرة كانت مسموعة بشكل غير طبيعي في كل العالم العربي. صح. كإذاعة كراديو، ما كان أكو التلفزيون. صح. مو كل الناس عندهم. صحيح. فخلال هذا هذا من هذا الرجل علمني شلون ألقي الكلمة، مخارجها ولفظها، شلون دخلني في الاستوديو إله مالته، يعني في المدرسة شلون أنطق الدايلوج الواحد، تدريب. وكانت أكو مسابقات الخطابة بين الكرخ والرصافة، تعب علي في هذا الجانب، وين أوقف وين أسكن وين، يعني تلوين. قدمت هذه هذا الدايلوج كخطابة وأخذت الثاني في على مدارس بغداد، يعني كانت مسابقات كرخ ورصافة، وحببني بالمسرح. قال لي أنت تصير مسرحي بس لازم تتثقف مسرحية. شلون أتثقف؟ قال لي تقرأ. قلت له عن من؟ قال لي عن كل كتاب المسرح والروائيين في العالم. زين انا بعدني متوسطه، يعني تشيخوف عني مسافات بين الجبل وبين الوادي، او مولير او شكسبير، فبس رغم هاي قلت اجرب. طيب كانت الخرجيه 10 فلوس، نصعد بالمصلحه من الطوبشي اروح ساحه الشهداء، وأعبر الجسر للمتنبي، أفوت بالمتنبي أشوف الكتب، أشتري رواية أو مسرحية 5 فلوس، وأرجع مشي. أحيانا أخذ صمونة وأخلي بها لبلبي، ما أنسى هذا التاريخ، ما أنسى، وأعبر الجسر مع الشهداء. يا عيني كأنه أنا ماكل دجاجة، كان أحلى أحلى حياة. وأني أمشي وآكل شوية أقرأ، بديت أحب أن أقرأ. تعلمت شنو معنى المسرح، شنو معنى هذا الدايلوج، ليش انكتب هنا هذا المؤلف، طيب وين العقدة، وين البداية، وين الوسط، وين النهاية. بديت أتعلم أشياء. الوالد كان رافض لو موافق؟ أبدا، مقابل. مقابل نهائيا؟ ابدا ابدا ابدا. كان لكبر العائله كان يريد معين وياه حتى يساعدوه على الحياه، والعائله كبيره، عائله كبيره، يعني فكنا احنا الاخوه الكبار نطلع نشتغل. يعني اشتغلت عماله، اشتغلت اسبغ، يعني هواي امور اشتغلت والله، وكنت افرح من اجيب له اللي نهاية، تحس انه ده تساعده وتنطي شيء، يبوسني الله يرحمه، الله يرحمه، يقول شوف، يروح يطيها للحجية الله يرحمها، تروح تتسوق تقول لهم هذا اليوم انت عبطال، افرح اقعد احس نفسي اني يعني سويت فت انجاز كبير. ودنك شارع المتنبي، هذني كل اني كثير من شاهد عيان، والله شاهد عيان، والله كومه صبغت من ذني الدنك، ورغم أصبغ وأنا أقرأ، كنت أقرأ، عندي حب صار من ألف رحمة على روح هذا متوفي مال الله الخشاب، ألف رحمة، هو حببني إلى هذا الجانب. ووراها أيضا حظي أنه أخوتي تنبؤوا لي أن أكون فنان مسرحي، تنبؤوا لي،